عندي عزام التميمي القيادي بالتنظيم الدولي للإخوان قال كلمتين في غاية الخطورة. قال الضربة التي تلقاها الإخوان في مصر جعلت الكثير من المنتمين للتيار الإخواني وحتى الإسلاميين بشكل عام يتهربون من انتمائهم للتنظيم في كافة أنحاء العالم. اتكلم كلام في قناة اسمها قناة الحوار، يعني زي ما قلت من يومين انه في هجوم بين محمود حسين وفي قناة الجزيرة والمجموعة بتاع عصام الليمة، وقعدوا يشتموا في بعض وانت بتلمع نفسك وانت منافق. الهجوم اللي حصل بين هذه القيادات النهاردة بيأكدها عزام التميمي. تعالوا نسمعه بالفيديو عشان نوثق هذه المعلومة. خلال زيارتي الأخيرة لماليزيا، انه مصطلح الإسلام السياسي لما الناس بيستخدموه دون أن سواء أدركوا أم لم يدركوا يقصد به الإخوان المسلمين بشكل عام. ليه؟ لأنه الآن في ماليزيا زي ما في بعض الدول العربية نخبة من الإسلاميين اللي كانوا وثيق الصلة بالإخوان المسلمين، وربما كانوا من الإخوان المسلمين، وربما كانوا يفاخرون أنهم من الإخوان المسلمين في يوم من الأيام. صار يقول لك إنه إحنا مسلمين ديمقراطيين. We are Muslim Democrats. مصطلح الإسلام السياسي صار زي مصطلح، يعني مصطلح معيب، لأنه في الأدبيات الغربية بشكل عام بيعطي انطباع سلبي عمن يوصف به. في هناك حالة من الفزع في أوساط بعض الإسلاميين لدرجة أنهم بدهمش يوصفوا بالإسلاميين وبيبحثوا عن توصيف بديل. طبعا احتدم النقاش لما في إحدى الجلسات كنا نتكلم عن أنه تمر بنا الذكرى 90 لنشأة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون الذين ولدوا كل هذا التراث وكل هذه الأدبيات وكل هذا الجيل، بعضهم أنا قلت لهم أنتوا طب أنتوا كيف نشأتم؟ كيف صرتم ما صرتم إليه لولا فكر الإخوان وأدبيات الإخوان؟ الآن بسبب الضربة التي تلقاها الإخوان في مصر وبسبب التهديدات التي تمارس بحق التنظيمات الإخوانية أو من ينتسبون إلى الفكر الإخواني في أي مكان، بدأ الناس ترتعد فرائصهم ويحاولون أن يتهربوا من الأمر.